أسباب الانتفاخات والغازات. ما هي أسباب انتفاخات البطن وغازات البطن؟ وما هي طرق الوقاية والعلاج؟ فيديو مهم جدا وناس كتير طلبوه. لو الموضوع ده يهمك ويهمك تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني معكم دكتور ماجد المنقباتي قناة طب ببساطة، أخوكم بكالوريوس طب عين شمسة 91، ماجستير من ألمانيا 99. بنصور النهاردة من ألمانيا، موضوع مهم جدا ومعمول عليه أبحاث في كل العالم، وهو أسباب الانتفاخات والغازات. الحقيقة إن في ناس كتير عندنا عندها القولون العصبي في الوطن العربي، ولكن عندنا مشاكل كتيرة جدا تسبب الانتفاخات والغازات. لما هنشوف الأسباب وطرق الوقاية والعلاج هتقول ياها لو كنت بعمل الكلام ده ليه؟ زي ما تعودتوا معانا في القناة على البساطة، نمسكهم كده نقطة نقطة ونشوف. تعريف الانتفاخات والغازات ان يوجد غاز بكمية زيادة، وكلنا فينا غازات بس كمية قليلة، كمية زيادة في المعدة او في القولون، وهما دول اشيع الحاجات والقولون اكثر شيوعا. طيب نشوف مع بعض بقى اهم الاسباب للانتفاخات والغازات. اول سبب شرب المشروبات الغازية ومضغ اللبان او العلكة وبعض انواع الاكل. المشروبات الغازية بتعمل غازات، سموها كده غازية، ومضغ اللبان والعلكة بيزود كمية الغازات. وطبعا احنا بنتكلم هنا على غازات القولون وهي الاكثر شيوعا. نمرة 2 البقوليات. بعض انواع البقوليات زي الفول في مصر او الفاصوليا او العدس بتزود الغازات. ليه؟ لانها بتعمل تخمر في القولون، ما بتهضمش بسرعة، صعبة الهضم. لما تتخمر في القولون يا جماعة بتتكون غازات بسرعة جدا، فاذا دي من اهم اسباب تكون الغازات. نمره 3 الاسترس، وهدخل الاسترس او الضغط العصبي في مواعيد الانسان معاملها لدخول دوره الميه بانتظام. يعني مثلا قبل ما ينام، لما يصحى الصبح، بعد الاكل، كل واحد عامل لنفسه جدول كده زي مواعيد الصلاه او مواعيد الشغل او مواعيد الامتحان منظمه، فده بيخلي الاكل ما بيتجمعش بكميه كبيره في القولون، فبيحصل انه تقل تكون الغازات. الاسترس بقى والضغط العصبي في الشغل، الواحد مش فاضي انه يدخل الحمام، او بيدخل حمام الشغل او حمام في مكان رايحه عشان يشتغل، يعني مكان مش متعود عليه. لا، انت حاول تعمل في حمام بيتكم بمواعيد منتظمه على قد ما تقدر. نمره 4 قله ممارسه الرياضه، لانه ثبت ان ارتفاع الكورتيزول بشكل مزمن يؤدي الى ضعف وظيفه الجهاز الهضمي وضعف امتصاص المغذيات الدقيقه. نمره 5 قلة شرب المية. لما تشرب مية تقل الغازات، لكن بتخفف من تكوين الجهاز الهضمي وتخفف من تكوين الغازات في القولون. نمرة 6 التدخين. التدخين يملأ المعدة بالغازات ويملأ القولون بالغازات. نمرة 7 ودي نقطة خطيرة جدا، الأكل بسرعة. الواحد شغال فاست فود عمال يأكل بسرعة عكس أوروبا، فده طبعا بيزود كمية الغازات. نمرة 8 سبب أنا أشرت له في النقطة الأولى، وهو سوء التغذية أو بعض المأكولات. يعني بيبقى عندك نقص في الألياف الغذائية اللي هي تساعد في الهضم والامتصاص، كنا عملنا أكتر من حلقة عن بعض الخضروات والفواكه، أو نقص الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك زي الزبادي مثلا. وإن شاء الله نعمل لكم حلقة تفصيلية عن أكلات تقلل الغازات وأكلات تزود الغازات، لأن ده برضو موضوع خطير جدا، وإحنا يعني بنشير له كجزء، بس أنا مش عايز الحلقة تبقى طويلة. نمرة 9 الالتهابات المعوية المزمنة زي القولون العصبي مثلا، أو الناس اللي عندها متلازمة كورون أو الكرونز ديزيز، دي فيها إنتاج عالي من الغازات. أو بعض الأمراض اللي موجودة جوه الأمعاء زي جرثومة المعدة مثلا، أو طفيليات أو ديدان. وعايز أتك على النقطة دي، في ناس كتير مكسوفة تروح تحلل ديدان وعندها غازات، تتفاجأ إن السبب الأساسي إن عنده مثلا أميبا وهو طفيل وحيد الخلية أو دودة معينة، لو خدت لها علاج تروح الغازات. فما تتكسفش إنك أنت تروح تعمل تحليل أو تعمل لابنك تحليل براز ونعرف نوع الديدان، علشان ده هيعالج الغازات. نمرة النقطة اللي بعدها، بعض الأدوية. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، ابعدوا عن أدوية الكربون التي تمتص الغازات ولا تعالج السبب. احنا بنقول أسباب وبنقول علاج السبب. لا، تيجي الناس تاخد قرص الكربون، قرص الكربون ده وظيفته يمتص الغاز ويعمل لك بقى تحجر في الأمعاء. تخيل انت بتحط فحم في معدتك، تخيلوا مدى خطورة الموضوع.
وكمان الناس بتاخد ادويه الحموضه. ناس كتير جدا بتقول لي يا دكتور معدتي تعبانه باخد ادويه حموضه. ادويه حموضه، ادويه حموضه دي يا جماعه بتقلل من عمل المعده. واحنا قلنا ان الغازات سبب الاساسي ان الاكل يا اما ما اتهضمش كويس يا اما ما حصلوش امتصاص. طب الهضم بيبتدي في الفم ثم المعده ثم الامعاء الرفيعه ثم الامعاء الغليظه. لو حضرتك ما هضمتش من الاول بالمعده كويس وتاخد ادويه تقلل من عمل المعده هيجي لك غازات اكيد 100%، وده يعني حاجه. طب حاجه تانية، ان بعض الناس عندها حساسيه ضد الجلوتين واللاكتوز، ناس عندها حساسيه ضد اللبن ما تشربش لبن، يعني دي حاجه اساسيه. اكل السكريات ممكن برضو يزود الغازات. دي كده اهم الاسباب. طب اهم الحلول. الحلول، الحل ان احنا مثلا نقلل كميه الاكل في الوجبات، نخلي الوجبات ممكن نزود الوجبات نخليهم 4 أو 5 ونقلل الكميه، يعني بتاكل كتير يحصل تخمر في الامعاء. نمره 2 شرب الميه لسه قايلينها. نمره 3 تنظيم مواعيد دخول الحمام لسه قايلينها. نمره 4 مضغ الطعام ببطء. لما تضغط الطعام ببطء عمليه الهضم يا جماعه بتبدا في الفم، عم تمضغ ببطء يزل الاكل على المعده اقل، بينزل على القولون اقل، تقل الغازات. نمره 5 معالجه الاسباب العامه زي مثلا مشاكل المريء وارتجاع المريء، نعالج ارتجاع المريء. او لو واحد عنده مكروب حلزوني في جرثومه المعده تتعالج، او قرحه المعده، الحاجات دي بتزود الغازات. ونقلل بقى من كميات الفول، لان الفول والفاصوليا والطعميه والكلام ده. المهم يا جماعه الكميه تكون قليله، ما تحرمش نفسك، لكن الكميه تكون قليله. دي بروتين دي بروتين نباتي مفيد جدا، لكن هيعمل لك غازات. كمان ببعض طرق العلاج ان احنا ممكن ناخد ليمون، برتقال بكميات قليله ولكن نشربه، خل التفاح، في كمان حمض المعدة على شكل كبسولات، تقليل اللبن وسكر الجلوكوز بالذات للناس اللي عندها حساسية الجلوتين، وفي علاج بالأعشاب زي ما عملنا في حلقات القرنفل والكمون والجنزبيل والكزبرة والكركم، وناكل زبادي زي ما قلنا بتزود من البكتيريا النافعة، وكمان ممكن المسكرات والزيتون، ما عدا مريض السيبو. مريض السيبو ده يخلي باله من الأكل طبعا، ده قصة تانية خالص. أو كبسولات ناخد بيها البكتيريا النافعة ككبسولات، ونمارس الرياضة، ونحاول نبعد عن التوتر، ونزود الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة. دي كانت فكرة عن أسباب الغازات وبعض الحلول. مستني لايكاتكم مستني أسئلتكم ولايكاتكم واستفساراتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب ببساطة.